تيجي تقول مفيش مشاكل انا هاخد 5 دقايق بريك، 5 دقايق دي تقلها ايه قلبت ساعه ساعتين، طول الوقت تايه وتلاقي الوقت بيجري منك ومش عارف ايه السبب، ويوم بيجر يوم في الاخر تلاقي نفسك ما حصلتش حاجه في اليوم، وده كل سبب ان انت بتسرح قدام النت وبالذات لو انت جنبك الموبايل. تيجي تقول مفيش مشاكل انا هاخد 5 دقايق بريك، 5 دقايق دي تقلها ايه قلبت ساعه ساعتين. فانا هنصحك شويه نصايح كده وانت بتعملها الفتره دي وانت بتذاكر. اول حاجه عايزك تكون منظم بكره هعمل ايه، وكمان قايل لنفسك انت تاخد وقت بريك قد ايه، وحاول دايما تاخد الوقت بريك الطبيعي اللي هو وقت قيلوله اللي هو مثلا الظهر. لو انت بتصحى بدري مثلا الساعه 7 ولا حاجه، يبقى انت بتذاكر من الساعه 7 لحد 12 وبعد تاخد القيلوله وبعد كده تبدا تكمل يومك تاني. وحاول الفتره دي ما تسهرش كتير، وابدا ظبط نفسك اللي هو باقي حوالي 15 يوم او حاجه، ظبط نفسك على تنام بدري وتصحى بدري علشان ده بيخليك بتركز اكتر. انت تفتكر انت بتبقى سهران وفاكر نفسك ان انت كده بتذاكر اكتر، بس انت في الطبيعي انت بتسرح قدام الكتاب كتير. دي نقطه. النقطه الثانيه، لازم تسيب موبايلك اول ما تصحى كده، تبعده خالص عنك ما تشوفوش، وافتح في الاخر في الوقت البريك اللي هو بتاع بالليل اللي انت خلاص قررت ان انت هتشوف ايه اللي موجود على جروب المدرسين، ايه اللي موجود على النت، هتتفرج على فيديو معين على اليوتيوب، في حاجه مثلا عايز تعملها. ودايما حاول تخلي كل فيديوهاتك اللي انت عايز تتفرج عليها وتضيف لك معلومات عامه في البريك. يعني ايه؟ انا خلصت مذاكرتي وتمام وزهقت من المذاكره، ممكن وقت البريك ده تستغله على فكره، تقعد على سريرك كده خلاص ان انت هتنام، تشغل فيديو شرح لماده معينه زي الانجليزي زي الفرنسيه وزي اي حاجه. انت تاخد بريك على فكره ومش ماسك ورقه وقلم ولا بتذاكر، انت بس سامع الفيديو، انت كده مش بتعمل مجهود وكانك بتاخد بريك. بس انت لما تيجي تسمعه وتنام هتلاقي ان انت صحيت الصبح فاكر كلام كتير من الفيديو ده، فانت برضو حتى في وقت البريك انت ما ضيعتش وقتك وبتستفاد بحاجه، بس انت مش عليك ستريس ان انت بتذاكر. كمان في ملحوظه مهمه جدا في فكره ان انت بتقرا الحاجه قبل ما تنام. الناس حتى اللي عايز تحفظ اغاني او مثلا بتقرا قران او عايز تحفظ القران بتبدا تقراه قبل ما تنام، او حتى اللي بيذاكر ادب او بيقول شعر والكلام ده. ليه؟ لان في الذاكره في عقلنا بيبدا المعلومات دي تتسيف او بيعمل لها سيف كده في الذاكره المؤقته. لما انت بتيجي تنام بيحصل عمليه كده بالبلدي كده عمليه تخمر للمعلومه، بتصحى تلاقيك فاكرها. دي حاجه. الحاجة التانية عايز اقولها لك عشان ما تملش وتحس ان انت دايما بتنعس وانت بتذاكر وبتمل وتحس ان انت الوحيد اللي محدش معاك والبلد كلها واخدة اجازة والكلام ده. في عالم قال ان انت وانت بتذاكر تخيل انت كأنك بتشرح لواحد قدامك. يعني انا عايزك كده تقفل على نفسك اوضتك وتبدأ تتكلم كأن في حد قدامك، تمام؟ عادي البيت كله هيفتكرك ان انت مجنون عادي، المهم ان انت هتفتكر الكلام ده وهتبدا ان انت تتعمق في المعلومه، وهتلاقي نفسك كده بتسال نفسك ايه ده، طب انا اتسالت كذا هجاوب ازاي، وتلاقي الموضوع فرق معاك جدا في موضوع المذاكره، تمام؟ فموضوع ان انت كانك بتشرح لحد قدامك ده اكتر اسلوب ناجح في عمليه المذاكره. لما تيجي تحل مواد علميه زي الفيزياء زي الكيمياء زي الرياضه ومثلا مش عارف تحل مساله، ما تقعدش قدام مساله كتير، خلاص الفكره ما جاتش وحاولت فيها مره واثنين وثلاثه، هتيجي تعمل ايه؟ خطوات الخطوات دي منطقيه في الترتيب. هتعمل اول حاجه هتخبي السؤال وتحل، ما عرفتش بعد محاولات كتير هتبص على الاجابه وتمشي معاه بالترتيب، هتخبي تاني وتحلها انت لوحدك، هيقف قدامك حاجه ترجع للسؤال سريعا تبص هي وقفت في ايه، بعد كده تخبي السؤال بعد كده تكمل، بعد ما تخلصه هتخبي اللي انت عملته تاني تقلبه وتخبي اجابه السؤال وتحلها تاني، هتظبط معاك. وبعد كده بعد يومين ثلاثه حاول تحل السؤال تاني عشان تتاكد هو انت كنت مكروت دماغك كده وعدتها ولا بدات تظبط. لو وقفت معاك في حاجه هترجع لها وبكده المساله هتظبط معاك. انا بطمنكم مش عايزك تقلق خالص، انا عايزك اي سؤال هيقف معاك ساعه ليله الامتحان انا معاكم انا والتيم وهرد على كل الاسئله. مش عايزك تقلق خالص، واطمن وذاكر وركز ان شاء الله خير. طبعا الفيديو ده مفيد جدا لطلاب الثانويه العامه، فانا عايزك تشيره عشان الدال على الخير كفاعله. زي ما انت اطمنت انا عايزك انت وكل اصحابك تركزوا وتطمنوا وما تخافش في الفتره دي.